نتحدث إذا عن مجزرة ضربت مواصي خان يونس، وللمزيد عن تطوراتها وما توضح من معلومات عنها من خان يونس ينضم إلي مراسل تلفزيون العربي صالح الناطور. صالح، أحاول أن أفهم وإياك من التقاطعات، من المعلومات التي صدرت، من تقاطعات أيضا شهود العيان، تسلسل هذه الضربة الإسرائيلية، ما الذي بدأت به وإلى أين امتدت، وكل هذه التفاصيل التي نعرفها حتى اللحظة. نعم، يعني بحسب روايات الناس التي كانت موجودة في المنطقة المستهدفة، وهي منطقة مواصي خان يونس في منطقة محيط تعرف بدوار النص، وهذه منطقة مركزية في المواصي، وهي تجمع لثلاث شوارع رئيسية متجهة شمالا وجنوبا، وكذلك باتجاه المنطقة الشرقية. في هذه المنطقة جرت عملية استهداف أكثر من غارة إسرائيلية شاركت فيها مقاتلات حربية إسرائيلية، صواريخ حربية، أي نتحدث عن صواريخ حربية، وكذلك مسيرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، صواريخ طائرات بدون طيار، وهذه تكون محملة بالصواريخ الموجهة. هذه الطائرات أغارت على مبنى سكني، وهذه رواية شهود عيان، أغارت على مبنى بيت ومحيط هذا المبنى، ثم قامت بإغارة أخرى على منزل مجاور وعلى شارع، وكذلك على منطقة فيها خيام النازحين، أي أرض توجد فيها خيام للنازحين، وكذلك على شارع رئيسي في المنطقة، واستهدفت كذلك سيارة تابعة لجهاز الدفاع المدني، وأحد الصواريخ أيضا التي سقطت استهدف كذلك تجمع لجرار الغاز أو اسطوانات الغاز كانت يتم تجميعها في نقطة لتجميع هذه الاسطوانات، واستهدفت أيضا غارة أخرى، محطة تحلية للمياه موجودة في المنطقة المستهدفة. أي نتحدث عن أكثر من صاروخ، أكثر من طائرة إسرائيلية شاركت في هذه الهجمات المباشرة في وقت صعب، وقت صعب جدا، لأنه هذه المنطقة هي مركز منطقة مواصي خان يونس، فعليا هي مركز المنطقة التي يتواجد فيها آلاف الفلسطينيين في مثل هذا التوقيت. حركة الناس غير تكون يعني على غير العادة في الساعات الماضية، في الساعات الأخرى تكون في هذه الساعات أكثر كثافة. هذه منطقة فيها عدد كبير من الباعة، وكذلك السيارات التي تتحرك وتقوم بنقل الناس من مناطق غرب المدينة باتجاه الشرق، وبالعكس أيضا من جهة الشرق مدينة خان يونس باتجاه المنطقة الغربية. محطات تحلية المياه موجودة في هذه المنطقة أيضا، الناس تتجمع منذ صباح اليوم، تقف في طوابير بانتظار ملء بعض الجالونات من المياه، وتتحرك في هذا الشارع متجهة من جامعة الأقصى تقريبا، أو دوار جامعة الأقصى كما يعرف، ومتجهة باتجاه منطقة دوار النص. هذا الشارع هو شارع رئيسي، مفترق رئيسي جدا، يعني الحركة فيه تكون صعبة حتى على سيارات الإسعاف بسبب الاكتظاظ الكبير، وقد يستغرق المرور من خلال هذا الشارع ما يقارب من ساعة إلى ساعة ونصف أحيانا، في حين أنه المفترض في الوضع الطبيعي لا يستغرق السير فيه أو المرور بالسيارة أكثر من 10 دقائق، لكن مع هذا الازدحام الكبير معظم السيارات يستغرق منها الوقت ساعة إلى ساعة ونصف حتى تستطيع العبور والمرور من خلال هذا الشارع الرئيسي المكتظ بالنازحين وحركة النازحين. وبالتالي المنطقة المستهدفة ليست منطقة عادية، منطقة حيوية جدا، مركزية، تعتبر قلب منطقة المواصي، وهذا الذي أدى إلى هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى. ونحن نتحدث عن أكثر من صاروخ، أكثر من مكان مستهدف على مسافات متباعدة نسبيا، أي منطقة كاملة تم استهدافها من قبل القوات الإسرائيلية في ثوان معدودة، ثوان، أي أن الذي حاول النجاة، حاول الهروب، الخروج من المنطقة، لم يستطع حتى أن يتخذ القرار بالحركة ومغادرة المكان بسبب توالي هذا القصف الإسرائيلي.